يا مرحبا يا مرحبا. تو بالله نهار كامل لاباس جاتني الكحه تو كي تحل الميكرو. سامحوني. اهلا وسهلا بكم في ديما لاباس على ديوان فام. اليوم الاربعاء 15 مارس يوم تاريخي معناتها. سفيان الدهش مرحبا بك. اهلا وسهلا. شنو رايك في اليوم الحلقه بمناسبه اليوم 15 مارس؟ 15 مارس معناها يوم كبير فهمتي. عيد ميلاد ولد خالتي هذا ايش نقصد هي؟ انا نقصد على الحسوم. شنو الحسوم تو وقت فهمتي ولا الريح ينظف الجراثيم الكل. هو يوسخ فينا الريح، ينظف الجراثيم يقتلها ويلقح الورود والازهار. الورود يسحب الارواح من الربيع. صحيح. واللوز اسمه الحسومة. وقداش يقعد؟ يا يوفا انتوك اللي ما تعميه بالعجيز تحسي له اربع ولا خمس ايام. مرحبا مرحبا سي سفيان. لا ربي باش نحوالك. اهلا وسهلا نوف. الحمد لله لاباس. سلام. حفله مصر بيروت لبنان جو نبي. في تونس اليوم. في تونس الحمد لله. سي بلال باش نحوالك؟ مرحبا وربي فضلك ليا. عايش. مرحبا نوف ومرحبا الناس كل اللي يسمعوا فينا. امبارح حبيت شكون تفضل نرجع نحكي على فقره توندونس. يعني كانت صدى واثر كبير برشا في الشارع. يعني البارح بعد مغادرنا الاستوديو الناس بالدمعه تبكي. سيرفيس كوميرسيال قالوا لنا يزي وما عادش عندنا سباس للبيب. انا لعبت في الاوتوروت يتعايشوا خليك امان. بعد شويه انا في الفيديو نتاعي باش نحكي لكم على الممرن الجهدي برجليه ما عادش نحبه. ان شاء الله مش مورد تونسي كان عندك مشكله نقولها من بعد. لا لا تيجي معناتها هالاندي ماركي خمسه بونتو يخرجوا في دقيقه شو 60. قال لك باش نحميه ما نحبوش ماركي سته وهو صغير. تو هذا ممرن تو نحكيو على غوارديولا. ولكن غوارديولا الحصه اللي بلا بيه ما تنجمش تحلى الحصه. سعدي الزيداني يا مرحبا يا مرحبا سعدي زيداني. نذكروا تابعوا فينا لايف على الفيسبوك ولايف احنا ضحكنا عليه خاطر لايف على الفيسبوك ولايف على اليوتيوب. سعدي قاعد في كرسي والكراه وراه ماشيه. القاعده هذه سعدي راهو نتاع واحد يملك التراس هذاك الكل. نتاع اساس باركينج. زميل تو انت تقولي ما تسبش الممرنين وتسب زميلك سعدي. مرحبا بك سي العساس. سعدي مرحبا بك اخ نوفل. تحياتي لك الى جميع الحاضرين في الاستوديو. بلال رباب وسفيان وانت شخصيا. شكرا لك سعدي. نبدا كالعاده بالفيديو الذي ستختاره انت وهو دائما يكون ابرز فيديو في الحصه. وشكرا للمخرج اللي قاعد يوري فينا معناتها في انا معاه والله نوفل حتى للجماليه المشهد. اللي يسمع فينا سعدي يوخر الكرسي حتى 3 4 متر تي. اي اي لجماليه المشهد اكثر. سعدي وخر نكمل الخدمه هنا باش نعيش روحي ندير الكرسي. كمل الخدمه على روحك ومن بعد اقعد دي في نتاعك تقعد في الكرسي في وسط الكيس اسود. كمل تعمل لنا الحصه يعني في بلاصه ما تجيب لي برقدانه نكتفي بدي في هذا. يلا سعدي شنو الفيديو نتاعك؟ الفيديو نتاعي هو نصيحة إلى سفيان الدهش ونصيحة كذلك إلى بلال المساوي، نصيحة إلى رباب زاد أنت إلى معناها ما نستحقش النصائح طبعا. واضح. دونك نصيحة للأخوة اللي موجودين في الاستوديو نسمعوه بدو أثير وتعريف وظريف. شكرا. كان عندك كام سنة لما عرفت ان الفتحة اللي في غطا القلم دي مش عشان تصفر بيها يا بيه، وان الفتحة دي معمولة عشان لو طفل بلع غطا القلم بالغلط ما يتسدش مجرى التنفس ويفضل عايش وقادر يتنفس. قول لي بقى كان عندك كام سنة؟ 26 سنة. 34 سنة. وانت سوشي كمل معاك. الو الفيديو معناها قداش كان عمرك كي اكتشفت ان الغطاء نتاع الكيلو ما مش مزفروا به راهو نحن فهمت هذاك معمول للصغار مثلا واحد ياكل الكيلو باش المجرى نتاع حلو الفيديو. يعني كي تبلع غطاء الكيلو تنجم تكمل تعيش حياتك نورمال. ليه؟ الحمد لله انا مع الفيديو نتاعي يتعداونا لبرا. ما نجموش نقولوا كي تبلغ الستيلو حياتك تتعدى نورمال لانه هذه يعني سلوكات غريبه. وشنو سفيان نحس خيبه امل يعني من مشاركه الله. سعدي الزيداني مظهر الاشمئزاز في وجه سفيان. سعدي هاك قاعد معانا لحظه خلنا نعديه ونحكي. ما يحبش شكون ينصحها. ما يحبش شكون بعد شويه تو باش نقدموا مقوى جبن مع سعدي. ولكن قبل نحكيوا على مانشستر سيتي البارح سبعه بلاش. فما شكون قال اللي مغرومين بالكره الاربيتر فزدها مع بيلانتي اللي ماهيش بينالتي
ومع الورقة الحمراء اللي ما عطاهاش ومع كذا برك الجمعية الأخرى ما نعرفش ينفاو في الميتون ثلاثة بلاش بركها النتيجة بين ما نجموش نقول أربيتر حائل في 7-0 بلال لأنه الانطلاقة راهم تاع الماتش كانت صعيبة وجات ضربة جزاء ورقة حمراء ما عطاهاش للسيتي وتحل اللعب. إذا طبق القانون كان مشوف الميتون الأول الاثنين بشي ورقة حمراء اي كانت نجم تتقلب بتعرف صحيح صحيح يعطيك الصحه ولا كيفي معناتها ما تتقلب بتعرف خاطر اللي تقول ربي ترحايل يضحك عليك في 7-0 انا بيدي ما عجبنيش ربي ترحايل اوروبا خايده راهو البيريود هذه راهي قاعده خايده خوذه كبيره على اللي زربيتر وظهرت برشا دوسيات داير تكلم من الاربيتر نتاع فينال 2017 بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد وقال كيفاش تسلل سبخه لمستين وبعد كيفاش هو عطى بيلانتي باش يرقع بها للاتلتيكو ابار فضيحه برشلونة اللي تتخلص في الليزاربيتر دونك معناها التحكيم في أوروبا المدة هذه ما هوش في أحسن حالته تحسوا ولا كي التحكيم التونسي إذا تفرجت في الماتش ولكن احنا هو معذورين ما غير بعض في الهايلايتس خاطر فما لقطه ما فهمتهاش تو نتاع الجول اللي خرج ضرب هذيك ورقه حمراء ورقه حمراء ورقه حمراء هذيك ضرب لاتاكوم تاع عطى ورقه صفراء لاتاكوم عطى ورقه صفراء ولا فما فهمت شنو فما انا قعدت وضربه جزاء ما ضربه جزاء معناتها بالحق راه ورد بالك راه معناتها اذا انت ما ماركيتش البونتو الثاني والثالث راهو ما يجيوش اسهل مع فهمت اذا ما تماركيش الاول كانت نجم الاخرى تبلوكي معناتها نورمال واحد اما سبعه بلاش للاسف مش نقعدوا مذكرين سبعه بلاش نتيجه مذله تو نحكيوا عليها بعد سعدي هل تعتبر سبعه بلاش نتيجه مذله؟ والله انا معناها بكل تذليل نقول لكم اطلبوا سي بن حسان اي كي جيتوا اطلبوا يلا نمشيوا توا لفقرتنا مقوى جبنا مع سعدي مقوى جبن مع سعدي برعاية فروماج ماجيستي جبن 100% لي فخي ويتجبد ويخليك تذوب بالبنة ماجيستي جبن وعليه الكلام بالحق بالحق راهو وهذا من واحد مجرب فروماج ماجيستي 100% حليب كي نقولوا 100% حليب مش لازم نذكروا الاخرين اما جبن صحيح ويتجبد وجبن صحيح معناتها سواء تاكلوا سواء نطيب به بيتزا سواء نطيب به حاجات سواء كاسكروت سواء اي حاجه جبن صحيح وبنين برشا ماجيستي يلا سعدي المسابقه نتاعنا اللي واحد باش يربح باك صغير واحد باش يربح باك كبير والمسابقه انهم يستعملوا الكلمات ويوفروا جمل تفضل يا سعدي اين المتبارين المتباري رقم واحد لو كان يطلعوا فرد اسم باش نطردوك تفضل المتباري رقم اثنين الله ذكيت اليوم اخترت ولايد وبنيه باش ما يكونوش فرد اسم اي نجم مثلا فما اسامي وسام يجي لبنيه ولايد لا لا خمسه بتو ساعه شنو اسم خويا حسام حسام الحمد لله تشكر اسمه حسام صابرين الحمد لله صابرين وحسام المسابقه خويا حسام واختي صابرين ثم لجنه تحكيم متكونه من سفيان الداهش وبلال المساوي ورباب واخويا نوفل احنا جبن ماجستير باش نعطيكم اربع كلمات وانت تحاول باش معناها تتاقلم مع الكلمات هذوما وتحاول معناها تعمل خاصه الحركات الحركات متفاهمين الكلمات الاشهار الاشهار يكون يعني حي صحيح الاشهار يكون حي معناها على قد ما يكون حي على قد ما تربح فهمتني يتجبد ويذوب يتجبد ويذوب متفاهمين 100% حليب تنجم تقولها 100% حليب عادي فرشك جبن ماجستي جبن وعليه الكلام خويا نوفل حاضرين ولا يلا اما سعدي خليه كان قال جمل اخرى خليه يعني ما تحصروش في هذم هذم يحطهم في وسط الجمل صحيح طيب شوف وسط الجمل الاخرى عادي معناها فهمتني بشكون نبدا خويا نوفل اللي تحب يا سعدي توا باش ندبر عليك يكون جنتلمان يا ودي المراه قبل ليديز فيرست نبدا دونك باختنا صابرين جبن ماجستي يتجبد بيذوب مية بالمية حليب يتجبد بيذوب مية بالمية حليب فرشك ويذوب ماجستي ماجستي جبنوا عليه الكلام ضربة ديكة عطيني ضربة ديكة جبنوا عليه الكلام جبنوا عليه الكلام جبنوا عليه الكلام عاود لنا قولها عاود لنا من الاول بالمرتاح خذ راحتك واحد قولها عاود لنا من الاول ودوكا خير من سعدي قلتها سيدي على الورقه خلصت ايش بالورقه ايش بالورقه ايش مشكل ايش بالورقه قول ايش بالورقه سعدي عجبتنا قولها جي كرونيكوز معنا في رمضان قال لك نوفل جي كرونيكوز معنا في رمضان بيأسف قولها في بلاستيان يتزبد ويذوب فرش
100% حليب جبن ماجستي جبن وعليه الكليم. اوه الله برافو برافو برافو. شنو رايك غيغال شنو رايك في اما كي خرجت الورقه معناتها ما عادش تلقائيه كي اعطيتهم الكلمات؟ تفضل شنو رايك في ادائها؟ والله العظيم قسما بالله كي شفت كان نلقى تو حتى كيلو ونص ما يجيش لي ناكل. الله الله برافو. قداش تعطيها على 10؟ 11 على 10. يلا المتبري الثاني. المتبري الثاني حسام. شوفوا حسام يتجبد ويذوب. لا فريشك 100% حليب. لا ايوك الغمزه جبن وعلي لك. لا يا معلم يا معلم. حسام حسام خيره ما نختاروا صابرين. نعملها انا نوفل الجبن وعليه الكلام. لا 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 برافو برافو. دونك صابرين حسام هو اللي يربح. حسام يربح جائزة الباك الكبير للي حسام والباك اللي الصغير ومزيان زيدا الصابرين مبروك عليهم من عند ماجستي. حسام خويا حسام وي عاود لي عاود لي. حسام هو الفايز بالباك الكبير من جبن ماجستي. حسام هو الفايز بالباك الكبير. يلا مبروك عليها. وصابرين مبروك عليها الباك الصغير. ان شاء الله مبروك. ميرسي لجبن ماجستي يعطيكم الصحه. شكرا توصيش لك حاجه. لا ما عندي ما نوصي. الكرسي نتاعك تقعد به توا في وسط الكياس. اه ما عادش سمحنا كان صارت كارثه رانا ما نحكيوش ولا تمشي تمشي في وسط الكياس والكراهه بيزمروا عليك ما يهمنيش. يلا زيد زيد تمشي في وسط الكياس. سهلة مدام ربي لحم امشي معايا تمشي تقعد تو. ليه في وسط الكياس تقعد؟ جبن ماجستي جبن وعليه الكلام. لا اقعد اقعد اقعد. ليه 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 تقعد كراهب امورهم الكراهب. عايشك مدام. يلزم يهبط لك واحد يعمل لك عركه. يلا شوف كان يوصي انا في قلت توصي وحاجه باش نقول له ابعث صابرين وقعد انت غادي. الله يبارك الله يبارك سبعك. يلا هذه الفقره اليوميه مقوى جبن مع سعدي. ميرسي بوكو. احلى فرماج ماجستير.